المثل بيقول عاشر الأوم 40 يوم. بعد 40 يوم إلهم بالأكاديمية، الطلاب مش بس بيتفاعلوا مع بعض، بيعدوا بعض بحركاتهم وتصرفاتهم. أربعين يوم مع رفايال وما رح فيك توقف من الضحك. بارح يوسف لما شافه نايم ما شاف حدا. ما تقدرش تقعد مع رفايال لحظة وما تضحكش. ضحكنا على الأشياء الجدية والأشياء السخيفة. لا أنا بدي أنيس. الولد عدانا ضحك. بصراحة قاعدين كلنا وخصوصا أنا. أربعين يوم مع حنان ورح تموت من الخوف. بس بطلبكم طلب يعني لو طلعت من هنا بليز خلوني. حنان غرام الخوف، يعني بتضل راسها عم بفكر عم بفكر عم بفكر لدرجة إنه بتعدينا نحن منصير نحن نخاف محلها. أنا لازم دكتور نفساني يعالجني. حنان عندها توتر 24 ساعة في 24 ساعة. مبدئياً كل خوف خوفتنا كلنا في الأكاديمية، جابت لي القوقو. القوقو ده عندنا في مصر يعني مرض الخوف. 40 يوم مع محمد عباس ورح تتعلم الشيطاني على الأصول. خلفي القوني علي مرحب علي مرحب. اللي ما تعرفوش في الأكاديمية هو فما صف آخر اسمه صف المشاغبة، وشكون الأستاذ؟ محمد عباس. اللي بيشوف محمد عباس من بعيد بيقول يا الله ثقيل ورزين، بس لما تعيش معاه بتعرف انه اصل المشاغبه. أربعين يوم مع سهيلة بتصير تحكي حالك. اوف لا 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 عباس اخويا اخويا عباس عباس اخويا الكبير. سهيلة بعد 5 أسابيع بتحكي لحالها، مع مين بتحكي شو بتحكي الله اعلم، البنت راحت من بين ايدينا. يا خوفي عن جد انه انا عدا منه، لانه عن جد صايره بعض الاوقات بعمل مثله ما بفلي. يلا احكي. لا الاقي لك الشباب كمان، واحد منهم مثلا محمد سعد. محمد سعد بلاقيه قاعد لوحده بيحكي مع نفسه. يا عيني العيال خلاص اتجننت راحت. 40 يوم مع دينا ورح تصير مسار سبع النظافة. لا شو بك؟ ما تنشفش بديك، سيب اغسل ايدك، نشف ايدك. يا الله شو بدك؟ دينا بقى طف الاول عسوله كده وكيوت ومش عارفه ايه، بس دلوقتي اعوذ بالله بقت خلاص بتعدينا في كل حاجه. ليك بشرف كان فاكر قوم اجلي بس بدك كفوف. صح كده؟ ايوه عم فكر انه اعمل حمله تنظيف. دينا بطلي تعدين. 4 5 6. 40 يوم مع نسيم وبتعشق الاكل. نقعد نحن بناكل عروان مش عارف. في نسيم هي نتخلص اكلي نشبع نشوف نسيم جاي نفتح الشهي. في شغله تانية نص حال. ليه يا بنتي ليه عم تلقمشي شمال يمين؟ مع نسيم باي باي اراده، لا رجيم ولا من يحزنون. ما حدا بيعرف الأيام اللي جاية شو مخباية، بس الأكيد إنه يوم واحد مع الطلاب بالأكاديمية رح يعدوكن فرح ونشاط وحيوية.